مرحبا بكم متابعي قناة الملوك. اليوم سوف نقدم لطيور البادي هذه الفاكهة، فاكهة المانجو. يقول الكثير من المربين: نحن لا نستطيع أن نقدم هذه الفاكهة للطيور، أو تعتبر هذه الفاكهة ليست من الضروري تقديمها للطيور بشكل مستمر، ولكن يمكن تقديمها مرة في الشهر أو حسب الاستطاعة، وهي ليست وجبة ضرورية، ولكن يعتبر المانجو مفيد للطيور. إذا استطعت تقديمه للطيور فهو جيد. ومن فوائد المانجو أنه يساعد على تحسين عملية الهضم، وهو مفيد أيضا لصحة الجهاز الهضمي، ويحتوي أيضا على الكثير من الفيتامينات التي تحافظ على صحة الجهاز المناعي. ويعتبر المانجو الحل الطبيعي لفقر الدم، ويزيد من مستوى الحديد والكالسيوم في الجسم. ولا أنصح بتقديم المانجو بشكل مستمر لأنه يسبب الإسهال، ولكن يمكن تقديمه مرة في الشهر. الآن نقوم بتقطيع المانجو بهذه الطريقة أو بأي طريقة تفضلها. الآن نضع قطع المانجو في صحن ونقدمها للطيور. سوف نضع المانجو للطيور ونراقب الطيور كيف تأكل المانجو. طبعا سوف نلاحظ أن الطيور طبعا أنا أول مرة أقدم المانجو للطيور، فنلاحظ أن الطيور لن تقبل على المانجو بشكل سريع، ولكنها سوف تتعود عليه وتحتاج إلى فترة حتى تأكله. سوف نلاحظ أن الطيور تأكل المانجو، بعض الطيور تقترب من المانجو. الآن الطيور تلاحظ أن شكل هذه الفاكهة غريب وجديد. سوف نلاحظ أن بعض الطيور تهرب وتخاف من شكل المانجو لأنه شكل جديد، ولكن بعض الطيور تحاول أن تستطعمه. نلاحظ أن بعض الطيور يستطعم ثم يذهب ثم يعود ثم يستطعم. حاولنا مراقبة الطيور لفترة، ولكن لاحظنا أن أكثر الطيور لم تقترب من المانجو لأنه يعتبر شكله جديد. بعد المراقبة المستمرة لفترة قررت أن أضع المانجو من الصباح إلى بعد العصر، وبعد العصر لاحظت أن الطيور قد أكلت المانجو، وسوف تلاحظون في آخر المقطع. Thank you.
كما تلاحظون أن الطيور البادي أكلت المانجو، وهذا يعني أن الطيور تحب هذه الفاكهة وتأكلها وتستمتع بها.